نستمتع مشاهدينا الكرام بهذه القمة النارية الهولندية الألمانية. ضربة البداية بعد لحظات يبدأ العد التنازلي. المنتخب الهولندي البرتغالي على يسار الشاشة، طبعا 38 مباراة بين الفريقين، وهذه كرة لفان بيرسي، هذه كرة طويلة في الدفاع الهولندي مارك فان بومل، والتصدي العمر روبن يتقدم وفان بيرسي التسديد باليمين وفان بيرسي باليسار، وضاعت الكرة في هذا المشوار. نمسح اذربيجان وفان بيرسي، شفاينشتايجر هجوم خطير للمنتخب الالماني، كرة لجوميز، جوميز جول جول. كتيبة ألمانية كهربائية تحرق النجوم الهولندية وتؤمن مبدئيا احلى ورقة عينية. نار 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 الالمان في هذا المشوار. أريان روبن يسدد، روبن ومارين الماينشاف، مولر يوسع، أوزيل اللي يوسع، برتقالي اللون بكل المتاب والتصوير، جول جول جول. كتيبة الألمان نجاح في الرهان، ثابت في الزمان، نادرا ما يفشل بالامتحان. اوه شفاينشتايجر يوسع، اول بنجاح منقطع النظير للمنتخب الالماني بهدفين لماريو جوميز، يحتاج رسميا 7 نقاط ويسدد والكره. اوه على عكس مساعده هانز فليك اللي لعبها، روبن يحاول التوزيع، يعطي كرة وزلي شنايدر، شنايدر يصوب، يا سلام يا سلام على أجمل أقدام. روبن تصل الكرة، روبن يسدد لكن غريبة، يا سلام ويعطي كرة، جول. لا أوه شيرو الكرة لروبن، فان بيرسي، فان بيرسي جول 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 جول. عد الثياب الكل وحاول تنسى الخسارة. الهولندي عنده الحل ويسعى للنجاح ونسيان تعب المرارة. ديريك كاوت، فاندر فارت يسدد بجانب الحارس نار، رافائيل فاندر، والنار والنار والنار. ستيكي لامبرغ يلعب بالنار، يتصدرها المنتخب الألماني بامتياز. وفي هذه اللحظات يعلن الحكم السويدي يوناس إريكسون، يؤشر على انتصار الألمان في أصعب رهان. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.